اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه. لسه كلامنا اكيد على مباراه القمه بين الاهلي والزمالك رقم 118. ان شاء الله تكون قمه زي ما احنا قلنا، قمه في الروح الرياضيه والسلوكيات والاخلاقيات. معنا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي هنتكلم معاه عن مباراه بكره، وهو يعني غير النجم من نجوم النادي الاهلي، هو مشرف عام على اكاديميات النادي الاهلي، الكابتن حماده مرزوق. كابتن حماده برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن عمر، ودايما موفق ان شاء الله باذن الله. فلا خليك كابتن حماده، دايما اهلي وماتشات اهلي وزمالك بيكون ليها حسابات خاصه، بيكون ليها كلام مختلف. لكن كابتن حماده مرزوق كان واحد من مفاجات القمم، يعني حضرتك مباراه القمه الشهيره اللي حضرتك اكيد فاكرها، كابتن حماده كان واحد من النجوم اللي كانوا مفاجاه في التشكيله وفي المباراه بشكل عام. هل حضرتك شايف ان ممكن بكره يكون في بعض المفاجات في لقاء القمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، انا شايف ان مفترض ان الامور بقت باينه وامور بقت مستقره. مفترض ان بالنسبه للنادي الاهلي المفروض اللي بيلعب في اخر حاجه او اخر وقت، بمعنى تثبيت التشكيل. واضح ان الامور مش هيبقى فيها مفاجآت، لان الناس اللي جاهزه هي اللي لعبت ماتش المقاولين. فانا شايف من وجهه نظري ان مفترض ان الفرقه اللي لعبت المقاولين مفترض هي اللي تبقى موجوده، فما فيش مساحه لحته المفاجات. يعني يا كابتن حماده، مش ممكن اي حد من المدربين سواء الاهلي او الزمالك يقولوا ان هي مباراه غير حاسمه، وبالتالي هي مباراه قمه فقط، وبالتالي ممكن نستعين ببعض الاسماء اللي ممكن تكون موجوده علشان اطمن عليها، اديها الثقه في نفسها، ممكن يكون مفيش ضغوطات وبالتالي يعرف يلعب من غير ضغط؟ هل ممكن مدرب يفكر في الثلاث حلول دي؟ لا بالعكس. انا اولا طبعا زي ما انت قلت في الاول، ده ماتش الاهلي والزمالك ليه حسابات خاصه، بطوله خاصه هتفضل بطوله خاصه لاخر العمر. فمفترض ان كل فريق عايز يكسب البطوله ديت. مفترض النادي الاهلي عايز ينهي الدوري بشكل كويس، وينهي الدوري الخاص ما بينه وما بين الزمالك برضه بشكل احسن، بفوز يقفل الموسم بشكل جميل. فبالتالي برضو نفس الكلام، نادي الزمالك خسر الدوري، فبالتالي ممكن يعوض جماهيره بانه يحاول انه يكسب نادي الاهلي. فبالتالي الماتش هيبقى فيه شد، في هيبقى فيه عصبيه، هيبقى اكيد في تركيز من الفرقتين بشكل كبير جدا، ان كل فرقه عايزه تكسب الفرقه الثانيه. الضغوط موجوده زي ما قلنا، ماتش الاهلي والزمالك دايما هي الضغوط موجوده، بالعكس وبزياده كمان. المفترض ان كل فرقه بتحاول تكسب عشان تنهي الموسم بشكل كويس وتبتدي موسم جديد، يعني يكون في امل. اذا كان الاهلي ياخد بطوله، يبقى مفترض ان هو بياخد بطوله الدوري مع بطوله خاصه بتاعه الاهلي والزمالك. نادي الزمالك بيحاول يصالح جماهيره بمكسبه على النادي الاهلي والبطوله الخاصه، فبالتالي كل فريق هيبقى بيحاول قدر الامكان ان هو يحقق الهدف اللي هو عايزه في نهايه الموسم. كابتن حماده، حضرتك يعني لعبت مباراه قمه او لعبت لقاءات قمه قبل كده، وحضرتك شاهد عيان، كنت موجود جوه الاحداث، فاكيد اجواء القمه بتكون مختلفه دايما. فعايز اعرف من حضرتك الاجواء والذكريات اللي حضرتك فاكرها من لقاءات القمه، ازاي كنتوا بتستعدوا للماتشات، المعسكرات كان شكلها بيبقى عامل ازاي، لمه اللعيبه، وسائل الاعلام، اكيد الوضع مختلف عن دلوقتي خالص. هو مختلف طبعا عن دلوقتي، في خلاص في حاجات حديثه، في حاجات مختلفه تماما عن العصر بتاعنا، سواء ثمانينات او تسعينات او سبعينات. لكن الاجواء بتاعه الاهلي والزمالك هتظل موجوده بنفس التركيز، بنفس الاحساس بالبطوله الخاصه، هو موجود على طول. ثمانينات تسعينات هتفضل لاخر عمر زي ما قلت لك. مفترض ان كل فرقه من الفرقتين يحاولوا قدر الامكان يشوف سواء فنيا، يشوف ايه المكسب بتاعه او ايه الحاجه اللي ممكن يكسب بيها، هيبتدي يركز عليها بشكل كبير. الاجواء دايما بتبقى كلها سواء ممكن يبقى فرقه فيها هدوء شويه، ودايما الفرق الاكثر هدوءا هي اللي بيبقى ليها الغلبه. يعني الفرقه اللي بتبقى هاديه جدا خصوصا في ماتشات الاهلي والزمالك هو اللي بيقدر بيتحكم في رتم المباراه، بيحقق النتيجه الايجابيه بتاعته. فهدوء الاعصاب بيبقى مهم جدا في الحالات الزي دي، عشان احنا قلنا دايما بيبقى في شد، في تركيز عالي قوي، في ضغوطات شديده. اللي يقدر يتحمل الضغوط ويقدر يتعامل معاها بذكاء هو ان شاء الله اللي هيبقى ليه المكسب باذن الله. فاكر يا كابتن مباراه القمه الشهيره اللي حضرتك لعبت فيها، وكانت مفاجاه بالنسبه لكل الاهلاويه، لكن الاهلي كان دايما صاحب موقف، هل حضرتك
دي ممكن نقول ان دي من اهم اللقاءات اللي حضرتك لعبتها في تاريخك، ودي من اكثر الماتشات المحببه ليك. طبعا سبب شهرتي وسبب معرفه الناس بيا، فكنت انا يعني معروف ولا حاجه، فهي نتكلم ليه الزمالك. تعالى نتكلم عليها كده ونسترجع ذكريات. ايه اللي حصل يعني؟ هل حضرتك اتفاجئتوا ان انتوا هتكونوا موجودين ماتش هتلعبوا نادي الزمالك؟ لا هو صعب يا كابتن. هو طبعا كانت الامور صعبه قوي، لكن احنا كنا عارفين قبليها بحوالي اسبوعين تقريبا كده ان كانت في قرارات تربويه حصلت من الكابتن صالح الله يرحمه من اداره النادي الاهلي. كانت كمان للظروف حصل ايامها كان موجود منتخب مصر وبنجومه كان موجود في المغرب وكان نجوم كبار جدا اللي كانوا موجودين، طبعا بقياده الكابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن ربيع ياسين ومحمود صالح واكرامي والله يرحمه ثابت البطل، نجوم كبار جدا كانوا موجودين مع منتخب في مباراه المغرب اللي احنا خسرنا فيها 2-0. كان في نجوم تانيين موجودين برضو، وحصل بعض المشاكل مع الكابتن جوهر الله يرحمه، بعض الاختلافات ما بينه وبين مجلس الاداره، حصل ان طلع قرار طبعا قرار تربوي يمكن من القرارات اللي ان ارست القواعد الاساسيه للنادي الاهلي في حته المبادئ والاخلاقيات والقيم اللي دايما متمسك بيها، كان احد الاسباب الرئيسيه المباراه ديت. فطبعا كان كابتن حسن حمدي الله يديله الصحه كان موجود معانا الفتره دي كلها، وكان مشرف عام على الفرقه، وكان موجود عضو مجلس اداره، كان موجود معانا فتره طويله جدا، ولعبنا ماتشات وديه اتعمل زي منتخب او مجموعه من فرقتين، فرقه تقريبا 18 و20 سنه معانا حسام حسن وابراهيم حسن والمجموعه ديت، وطبعا كابتن علاء صادق وشمس حامد، مجموعه كبيره من اللعيبه. بس كابتن حماده من اسبوعين لما اتقال لكم ان انتوا هتلعبوا كان في رهبه ولا كنتوا بتفكروا ازاي في المباراه؟ ده برضه سؤال مهم. كانت في رهبه كبيره جدا لان احنا كلنا كنا صغيرين في السن، وما كانش في حد لعب مننا ماتشات مع الفريق الاول الا قليل. طبعا ماتش الزمالك يا كابتن، لا انا معاك، حتى لو ماتش الزمالك اللي مصر كلها بتتفرج عليه الجمهور كله في الملعب، وبعدين يا كابتن هتلعبوا على مين؟ هتلعبوا على نجوم كبيره قوي يا كابتن حماد. كنت لسه هقول لك دلوقتي كمان المشكله الكبيره ان انت بتلعب فرقه الزمالك. فرقه الزمالك في الثمانينات كانت فرقه رهيبه جدا، وكان معاهم عناصر افريقيه عاليه جدا طبعا بقياده كوارشي، طبعا كان لعيب غير عادي. وانا فاكر كويس في المباراه احنا كنا بنخش عليه ازاي، وخصوصا في المجموعه اللي بتاعت نص الملعب كنا بنخش عليه، كنا بنبقى صغيرين جدا لكن كان عندنا حماس شديد جدا، وكان عندنا روح عاليه جدا، وكان عندنا حته حب النادي ده حاجه يعني. احنا مش انا مش عايز اعدي الحدث ده يعني بالسهل، انا عايز اعرف بس المعسكر عسكرته ازاي، وكان ايه الكلام اللي داير بينكم في المعسكر، واتفقتوا على ايه، والمدرب كان بيتكلم معاكم في ايه، والتشكيل اكيد يا كابتن حماده يعني مش هينفع عدي حدث مهم كده بالسهل كده. لا انت بترجعني لذكريات جميله جدا، ويمكن انا شايف ان الفتره ديت كان بيتحملها مجلس الاداره ويتحملها معانا الكابتن حسن حمدي، كان ليه دور كبير جدا ومهم جدا ان هو كان بيحاول يلم الاجواء بشكل كويس، وعارف ان احنا مجموعه من الناشئين الصغيرين اللي ما لناش تجارب كبيره في الماتشات ديت، وخصوصا زي ما انت قلت ماتش الاهلي والزمالك، فكان ليه دور ان هو يهدينا. لعبنا ماتشات وديه، لعبنا ماتشين تقريبا، ويمكن كان من الاحداث الغريبه جدا او الاحداث اللي هي كانت مهمه ايامها ان احنا كنا كان بيجي جمهور وزي ما يكون بيهاجمنا، يعني انه كان رافض تماما حته اللعب بالناشئين، لانه عارف ان فرقه النادي الزمالك فرقه كبيره جدا وممكن تحقق فوز تاريخي على النادي الاهلي، فكان جمهور النادي الاهلي دايما بيهاجم الاداره وبيهاجم اللعيبه اللي كنا بنلعب، سواء في ماتش تقريبا مع فرقه مع الاردن، وكان الماتش الثاني في اعتزال الكابتن شحته الله يمسيه بكل خير، كابتن شحته الاسكندراني في اسكندريه، وكان استاد اسكندريه مليان على اخره، والجمهور طبعا نادى على اللعيبه اللي هم استبعدهم وهاجم شويه مجلس اداره، لان برضه نتيجه خوفهم من ان ممكن تحصل نتيجه عاليه جدا، مجموعه نادي الزمالك لعيبه كبار ونجوم كبار جدا هيلعبوا فرقه صغيره من النادي الاهلي، فممكن النتائج ديت تبقى تاريخيه وتتحط في التاريخ يعني. حتى انا فاكر كويس ان الناس كتيره جدا كانوا بيكلموا كابتن صالح بيقولوا له ان الكلام ده ممكن يحصل ويتكتب وما بيتقالش ناشئين او صغيرين او لا، ده بتتسجل الارقام ديت والنتائج ديت، فبالتالي ممكن تبقى حاجه بتشوه النادي الاهلي خلال على مدار التاريخ، لكن الكابتن صالح الله يرحمه صمم على القرار ولا يفرق معاه، لا عوده في القرار ولا يفرق معاه، وقال احنا ما نخسر بطوله نخسر ماتشات لكن ما بنخسرش، دي حقيقه فعلا.
واستمر المعسكر. كنا معسكرين في فندق في الهرم، قعدنا فتره طويله. برضو كان ليه دور كبير جدا كابتن هاني، الله يديله الصحه، كابتن هاني مصطفى. وكان معانا الكابتن فتحي مبروك والدكتور مفتي، كان معانا مجموعه من الناس. الغريب بقى ان احنا قبل الماتش بيومين بالظبط، كان الماتش تقريبا يوم الاحد، يوم الجمعه واحنا بنتمرن، كنا بنتمرن في الجزيره، فوجئنا بالكابتن جوهري داخل علينا الله يرحمه. فكانت هي دي كانت المفاجاه الحقيقيه، لان احنا اسبوعين الكابتن جوهري مش موجود معانا. ففوجئنا ان الكابتن جوهري موجود معانا، جه التمرين، وفي بدايه التمرين واحنا بنسخن جمعنا وقعد يتكلم معانا وحسنا على المكسب، وادانا محاضره من محاضراته الشهيره الناريه ديت، ادانا دافع كبير جدا. وكان تقريبا حصل صلح ما بينه وما بين مجلس الاداره، وكان عايز يرجع اللعيبه الكبار علشان يلعبوا. اللعيبه لا صمم طبعا، قال ممكن ترجع وتقود المباراه، لكن بالقرار اللي احنا خدناه ان اللعيبه الصغيره هي اللي هتلعب. كابتن جوهري اشهر حاجه قالها في المحاضره، او ايه الجمله اللي حضرتك ممكن ما تكونش ناسيها؟ هل كان في كلام محدد ولا كان بيتكلم بشكل عام على المباراه؟ حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، يا كابتن جوهري ومحاضراته الناريه. بيقول يعني زي موتيفيشن سبيتش كده، او بيحفزك من خلال الخطاب او من خلال محاضره يخليك تنزل تاكل النجيله. هل في حاجه كابتن جوهري معينه كابتن حماده فاكرها كانت نقطه تحول في مستوى اللعيبه في المباراه، هو ولا كان بيتكلم بشكل عام؟ لا، هو طبعا ليه كلمات شهيره قوي، لكن انا فاكر كويس قوي الكلمه اللي خلتنا نحس باحساس عالي جدا وان احنا بنركز بشكل كبير جدا. هو قال لنا انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، انتوا صغيرين كبار، انتوا بتلعبوا نادي الزمالك باسم النادي الاهلي، فانتوا لعيبه في النادي الاهلي، بتمثلوا النادي الاهلي، فحافظوا ودافعهم عن النادي الاهلي. ده الكلمه الشهيره قوي، الله يرحمه اللي اهلنا. بشكل عام بقى كلمنا في فنيات وجهزنا بشكل كويس، واتكلم وحاجات، واتكلم في حاجات كتيره جدا. كابتن جوري كان مشهور بالمحاضرات بتاعته وذكائه في التعامل مع اللي قدامه، سواء من اللعيبه او اي حد. فبالتالي هو كان حاسس بينا، وحاسس ان احنا كنا مشددين، وحاسس ان احنا كنا شويه في خوف وفي رهبه. قدر فعلا يضيع الرهبه دي بشكل كبير جدا، ونزلنا الملعب. والحقيقه لاخر لحظه هو كان موجود معانا، كان بيشدنا بشكل كبير جدا وبيدينا ثقه عاليه جدا. انعكس الاداء ده، كلامه ده على الاداء بتاعنا بشكل كبير، وقدرنا الحمد لله نحقق مفاجاه. لكن ده طبعا كله كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بس يا كابتن السؤال المهم، المحاضره كانت في الفندق ولا في الملعب؟ هو ما كانش بيبطل معانا محاضرات. انا عارف، انا شايف. هو في في اللحظه اللي هو عندي في البيت، في اللحظه اللي دخل علينا فيها من بدايه الدخله ديت، هو قاعد مستمر في محاضراته. كان عندنا طبعا الجمعه بالليل. كابتن حماده، هل تفرق بالنسبه لحضرتك راجل مدير فني وراجل يعني راجل اكاديمي وراجل فني، هل بتفرق محاضره في الفندق او في الملعب؟ يعني في الفندق مفيش حماس الجمهور، لسه اللعيبه ما احتكتش بالجماهير، ما شافتش المنظر اللي يخلي اللعيبه عندها حماس. بتفرق كابتن المحاضره في الملعب عن المحاضره في الفندق؟ بص، هو كابتن جوري كان بيتميز بحاجه، ان هو محاضراته على حسب المواقف اللي بتحصل. حلو. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو دخلنا الاستاد لقينا الجمهور يروح جاي لاممنا ويدينا محاضره على الوضع ده. بالظبط كده. وده فرق كتير جدا معانا، ويمكن من الحاجات اللي احنا اكتسبناها من كابتن جوري، الجيل اللي هو اتعامل معاه خدنا منه الحته ديت. ودي حاجة يعني نقطة مهمة جدا، ازاي المدير الفني بيتعامل مع الأحداث مع لعيبته. فهو يشوف اتشدينا قوي يروح جاي جايبنا ولممنا وعامل المحاضرة على الشدة ديت، مع كلام بسيط مع كلام شديد الاتنين مع بعض. فبالتالي بيقدر يخرجك من أي حاجة ممكن تأثر عليك في المباراة. ده كان لآخر لحظة معانا موجود في الاستاد، عامل محاضرة الجمعة والجمعة بالليل والسبت، وما سبناش في تمرين السبت، وحفظنا بعض. حفظنا قلناها في وقت واحد. ده حقيقة. حفظنا الجمعة والسبت حاجات معينة اشتغلنا بيها. حتة الضغط كنا بنضغط على لعيبة الزمالك بشكل كبير جدا، هو جمعة وسبت قعد يعني أكد علينا في حتة الضغط دي، مع تعاملاته وذكائه بقى في الفرقه اللي قدامنا، مين اللي هيلعب، انت ممكن تعمل ايه، كل كلام الفنيات اللي هو يعني شافها قالها لنا. والحقيقه احنا نفذنا بشكل حرفي. ليه؟ ناشئين صغيرين بنقدر ننفذ كويس، عندنا القدره ان احنا ننفذ، لان احنا كنا كلنا صغيرين. كنت مين ابرز الاسماء يا كابتن عشان نفكر الجمهور كده ولسه جديد على مسيره القمه يعرف ان الاهلي كسب الزمالك في مباراه استثنائيه من شباب النادي الاهلي اللي كانوا او اللي بقوا نجوم بعد كده؟
هو النجم الاول طبعا كان هو الكابتن احمد شوبير، لان هو كان جه من الوحيد اللي لعب معانا جه من المغرب ولعب معانا، يعني هو الحارس المرمى كابتن احمد شوبير، وعلى فكره هو صد ضربه جزاء وكانت بدايته. يعني انت تقابل الكابتن شوبير او تلتقي ببرنامج او اي حاجه اقول لك بدايتي الحقيقيه كانت مع ضربه الجزاء وماتش الاهلي والزمالك. ده دي حقيقه يعني. تمام. بعد كده طبعا كان معانا حسام حسن وكان معانا علي عبد الصادق وطبعا بدر رجب طبعاً. ومحمد السيد طبعاً. وضياء عبد الصمد وكان محمد سعد وكان موجود محمد عبد العزيز زيزو، ده كان لعيب كويس بس اتعور اول. شمس حامد وعاطف الاباني، كانت معانا مجموعه يعني مميزه من اللعيبه طبعا يا كابتن كلهم نجوم، لكن كابتن حماده مين تعبك من لعيبه الزمالك؟ هو انا كنت بلعب على يعني اتجاه محمد صلاح، هو كوارش هو اللي تعبنا محمد صلاح. كوارش تعبنا كلنا لانه كان بيتحرك، هو يعني جسمانيا كان وحش، كان قوي جدا، سماناته احنا كنا بنخش سماناته لا تحور يا كابتن سلام ما شاء الله ضخم جدا، قوه عضليه غير عاديه في رجلين الاثنين، اقوى لعيب انا لعبت ضده او ممكن نقول احنا النادي الاهلي كله لعب ضده، يعني كان قوه غير عاديه اقوى لعيب. بس يا كابتن يا سبحان الله يعني قدرتوا تفوزوا وقدرتوا تعملوا نتيجه واداء ما كانش حد متوقع ده كابتن حماده، ولا انتوا كان عندكم ايمان في نفسكم ان انتوا تفوزوا على نادي الزمالك؟ هي دي الفكره. هل دلوقتي يا كابتن الايمان واليقين اللي جوه اللعيب اهم، ولا الفنيات القدرات اللي موجوده اهم؟ الاثنين مع بعض، بس ممكن يكون واحد عنده يقين واحد عنده ايمان وعارف ان الفريق الثاني اقوى منه، لكن انا هفوز عليك. بالظبط، هو بذل الجهد بالظبط والتركيز قوي وبعض الحاجات اللي هي بره الفنيات بتفرق كتير جدا. يعني مثلا فرقه كوره ما فيش روح، وفرقه اقل منها عندها روح عاليه جدا تكسب. فبالتالي الحاجات دي مهمه جدا. طب انت عندك روح عاليه جدا وعندك فنيات، الاثنين مع بعض تكسب. خلاص تكسب على طول. فالنادي الاهلي دايما عنده فنيات وعنده روح، فبالتالي بيكسب اغلب ماتشاته، بيكسب بطولات. فهي دي اللي موجوده فينا. الحاجه الاجمل ان احنا اصلا كانت مزروع فينا الحته ديت في قطاع الناشئين واحنا بنلعب. فموجود، احنا النادي الاهلي بنكسب اي حاجه. ومع ذلك كان نجوم كبار، كان طارق يحيى، كان كابتن فاروق جعفر، كان محمد صلاح، كان ايمن يونس، كان محمد حلمي، كان بدر محمد صلاح سعيد الجدي. لا مجموعه جامده، كوارشي طبعا، منتخب مصر بنتكلم في لعيبه عاليه جدا جدا جدا. هل يا كابتن حماده ان لعيبه انت كسبتوا الماتش ده ولعيبه الزمالك كانوا نازلين حاطين في دماغهم هيلعبوا شويه شباب صغير ناشئين، وبالتالي ما ادوش الماتش الاهتمام اللي لازم او الاهتمام اللي كان المفروض يتاخد بيه، ولا الحماس اللي احنا قلنا بيه والروح كانت هي مكسب وسبب في فوز النادي الاهلي؟ ممكن يكون ده سبب. هو في الاول ممكن يكون يعني احساس نادي الزمالك انا ما حسيتوش، لكن في الملعب احنا اللي كان في تفوق. كابتن بيبان في الاحتكاك بالظبط كده، اول احتكاك كده كان احتكاك جامد ولا احتكاك يعني خفيف كده؟ لا هم طبعا يعني مستصغرنا، يعني فرقه مستصغرانا يعني صح. يعني هم بيسخنوا وعمالين يبصوا علينا يعني في ثقه. وحاجه غريبه جدا حصلت، كانت اول مره تحصل ان جمهور الزمالك يبقى اكتر من جمهور الاهلي، اول مره تحصل. ليه؟ لان ماشي جمهور الاهلي قال طبعا ناشئين وشباب، فاحنا ممكن لا قدر الله يحصل نتيجه عكسيه بالظبط كده فنروح زعلانين. دي حقيقه، كان في جمهور قليل جدا هو اللي كان موجود، جمهور نادي الزمالك كان موجود ويعني بكثافه، وكانت من المرات القليله جدا ان جمهور نادي الزمالك اكتر من جمهور ضعف النادي الجمهور في الفوز. دي حقيقه. فبالتالي مين الجهاز الفني لنادي الزمالك او المدرب يا كابتن تفتكر؟ ولا افريقي اجنبي تقريبا أجنبي. يوغوسلافي كان مدرب. انا بس يعني بسترجع مع حضرتك الذكريات، وتقريبا كان معاك كابتن حسن شحاته تقريبا. لا احنا بنحاول ان احنا نقرب المسافات. كابتن حماده بعد الماتش انا عارف ان لعيب الكوره والماتش شغال وهو كسبان، الوضع ما بيكونش بالنسبه له مش حاسس بيه، اللعيب بيحس بعد ما الحكم يصفر ويشوف الاحتفالات والجمهور بيندى عليه، وانتوا بتسلموا على بعض وكابتن جوهري بيسلم عليكم، وتسجلوا مع الصحافه وتسجلوا مع الاعلام. الاعلام والصحافه كانوا في الثمانينات ما كانوش بالقدر الكبير اللي احنا شايفينه، ولا في سوشيال ميديا بقى ولا في اعلام استوديوهات التحليل اللي كانت شغاله. لكن كابتن حماد اول ما الحكم صفر 4-2 والمباراه انتهت وكسبتوا نادي الزمالك، شباب نادي الاهلي كسب نادي الزمالك في مباراه للتاريخ، حضرتك احنا من 2019 وبنتكلم فيها لحد دلوقتي، الاحساس يا كابتن كان ايه؟ عملتوا ايه مع بعض؟ كابتن جوهري قال لكم ايه؟ هل كنتوا يعني مصدقين نفسكم بعد المباراه ان انتوا كسبتوا نادي الزمالك 4-2 نتيجه كبيره؟ 3-2 انا اسف 3-2. هو كلنا ما لقيناش بعض،
بمعنى ايه يعني؟ لا لقينا الكابتن جوهري ولا لقينا اللعيبه ولا احنا اول ما الحكم صفر كلنا جرينا على الجمهور. كل الناس جريت على الجمهور وشالوا الكابتن جوهري وكانت اجواء ما يعني احنا ما كناش متوقعينها. عارف لما تبقى في اجواء مفاجاه ليك يعني انت بتكسب ماتش الزمالك وبتخرجوا ويعني بالاداء اللي حصل الناس اللي هم الكبار ممكن يكونوا شافوا الاداء او الماتش اتعاد بعد كده كل الكلام ده ادالك احساس بفخر انت صغير وبتحقق النتائج ديت وجوه النادي الاهلي وانت بتلعب باسم النادي الاهلي فكل الكلام ده كان ليه دور كبير جدا وخصوصا ان الفرقه دي هي اللي كملت الكاس يعني الدور قبل النهائي كان ده دور 8 على فكره طبعا كان دور 8 وكملنا لكن ببعض التطعيمات كان بعض اللقطات من المباراه الشهيره ده الماتش بص حسام بيعمل ايه في كانت مباراة يا كابتن جميلة مباراة كان فيها يعني بص يا كابتن بعد الهدف الفريق كله مش مصدق بالظبط ده يعني حاجة مش مصدقينها يعني الحقيقة فيعني كان إحساس بس يا كابتن التعامل مع كابتن حمادة مرزوق من الجمهور الأهلي بعد المباراة بقى أكيد يا كابتن حمادة الوضع اختلف نجم ونجم ماتش الزمالك وراجل هداف وراجل كسبت نادي الزمالك وخرجتوه من كاس مصر اكيد الوضع اختلف خالص يا كابتن حمادة الوضع اختلف وعلى فكره اتعملت اغنيه بايامها من تقريبا كان مغني مشهور ايامها عمل اغنيه جميله جدا وذكر الاسامي وذكر الاسماء بالغنوه بكل حاجه يعني فطبعا الجمهور كان كابتن كوارشي وحش طلع ازاي طلع فين في اتنين كابتن خد الكوره وحش قوه جسمانيه رهيبه طب الاغنيه ايه يا كابتن كمل موضوع الاغنيه ده كابتن يعني مش فاكر بس كان اتغنت ليكوا يعني اتغنت لينا اول جون حماده مرزوق وبصراحه مش عارف ايه الذوق يعني كان كلمات جميله جدا وجاب اسامي اللي جابوا الاهداف وجاب البطولات ويمكن من اغلى البطولات اللي حصل اداء بعد الماتش كنت لسه اقول لحضرتك هو ده بعد لسه بيقولوا لي حالا هو بعد الماتش هيكون معانا اهو يعني الميزه كابتن والجميل ان حضراتكم اللي شايلين كابتن جوهري بالظبط كده مش مثلا الجمهور او حد من الناس اللي موجوده ورا لا اللعيبه اللي موجوده في الملعب هم اللي شالوا كابتن جوهري ورايحين بيه على الجمهور عشان يحيي الجمهور بالظبط وطبعا كله مش مصدق كله بيجري في سعاده كبيره جدا واضح يا كابتن على فكره من ادائكم من احتفالاتكم بعد الاهداف يا كابتن انتوا ما كنتوش مصدقين ان انتوا تتوقعوا ان انتوا تكسبوا نادي الزمالك لكن يا كابتن المباراه دي بتعطي درس كبير جدا في عالم كره القدم ان اللي ما عندوش يقين وما عندوش ايمان في نفسه لا يستحق انه يلعب كره القدم دي حقيقه يا عمر دي عشان بالارقام وبالاحصائيات الزمالك يكسب بالظبط في ثوابت اللي انت بتقوله ده هو ده الثوابت في كره القدم في بقى الحديث في حاجات كتيره جدا حديث فيها لكن دي الثوابت اللي انت قلتها دي ده ثوابت في كره القدم لازم في اليقين لازم الاحساس بمسؤوليه لازم الثقه بالنفس لازم ثقه في الله سبحانه وتعالى ان انت بتادي كل الكلام ده مع بعض الفنيات اللي انت بتادي بشكل كويس ان انت فاهم كويس معاك مدرب كويس بيشرح كل الكلام ده بيؤدي لنتائج مكسب على طول مع بطولات وده برضو اللي بيميز النادي الاهلي انه بيجمع الحاجات دي كلها. كابتن حماده عايز ارجع بقى لمباراه بكره وعايز اسالك سؤال مهم جدا بما ان احنا اتكلمنا على مباراه اهلي وزمالك في كاس مصر في دور الثمانيه لكن كانت مباراه مهمه علشان الكسبان بيكمل لدور قبل النهائي والخسران بيخرج بره المسابقه. مباراه بكره تحصيل حاصل بالنسبه للفريقين، النادي الاهلي حسم بطوله الدوري ونادي الزمالك ما عندوش امل ان هو يفوز بلقب الدوري العام. هل مباراه القمه كابتن حماده بتفرق لما تكون مباراة ليها أهمية أو مباراة لا يوجد أهمية ليها بسبب إن مفيش هدف منها هل بتفرق ولا مباراة القمة تبقى مباراة قمة ومباراة أهلي وزمالك دي حاجة محدش فينا زي ما حضرتك قلت مش هينقطع عنها أو مش هيديها أهمية أو مش هيكون ليها أجواء لحد آخر العمر إيه اللي يختلف ما بين الوضعين؟ لا هو الوضع الثاني هو ده الأساس إن أهلي وزمالك هيفضل زي ما هو أهلي وزمالك هيبقى فيه الناس كلها او الفرقتين بيحاولوا يكسبوا من بطوله خاصه ممكن يكون في بعض الحالات اللي بيحصل فيها حاجات يعني ممكن يبقى نهائي كاس ممكن يبقى ماتش يحسم دوري ممكن يبقى في اي حاجه ممكن تزود شويه حته العصبيه ممكن تزود شويه حته التوتر لكن الاداء والشكل مرتبط بحاجات زي ما احنا قلنا
متوقف عليها اجواء المباراه. ممكن يكون النادي الاهلي بيلعب بثقه، هيبقى فيه ثقه زياده شويه، واخد دوري وبرضه حته الثقه بتدي انطباع كويس للعيب، بتخليه يأدي بشكل كويس. لكن في الاول وفي الاخر الشده هتبقى موجوده، التوتر هيبقى موجود، العصبيه هتبقى موجوده. العصبيه كابتن من انهي جانب؟ هل جانب الزمالك هتكون اكتر من جانب الاهلي، ولا الاهلي هيكون في بعض العصبيه اللي موجوده؟ ممكن نادي الزمالك تبقى العصبيه شويه زياده على اساس بسبب خسارته الدوري، وبسبب الحماس الزائد اللي هيكون عندهم، اللي هو نعوض جمهورنا عن بطوله فقدناها. بالظبط كده، هي دي، ده اللي هيحصل من نادي الزمالك. نادي الزمالك لو ادى في هدوء وفي ما فيش عصبيه، ممكن يبقى فيه مباراه كويسه، ممكن يبقى فيه اداء كويس من الفرقتين، بحيث ان ما يبقاش حته العصبيه ما تبقاش موجوده. موجود كله يعني بيحاول قدر الامكان ان هو يحقق النتيجه، لكن برضو احنا عايزين بكره ان شاء الله نستمتع بلقاء ما يكونش فيه العصبيه. العصبيه بتؤدي دايما للاداء الغير مرضي، دايما اللاعب لما بيبقى عصبي ما بيأديش بشكل كويس، طول ما هو هادي يعني بيأدي بشكل كويس. كابتن حماده يتمنى مباراه القمه تكون مباراه قمه في السلوكيات، في الاخلاقيات، بعد كده نشوف لعب مفتوح ومباراه جميله ما بين الفريقين، فيها جمله تكتيكيه وفيها مهارات فنيه وفيها اهداف. ولا الكابتن حماده ممكن نقول لا يتمناها مباراه عصبيه، مباراه فيها شد وجذب، مباراه زي الدور الاول، مباراه كانت لا تليق ابدا بمباراه قمه، ملعب كان كله طينه بسبب الامطار، مباراه ما فيش فيها اي اهداف، مباراه كانت متوتره جدا بسبب الاوضاع اللي كانت موجود فيها. كابتن حماده يتمنى ولا يتمنى؟ لا انا اتمنى ان شاء الله باذن الله على الاقل يبقى تعويض عن المباراه اللي في الدور الاول. لازم الفرقتين يحطوا في اعتبارهم ان الجماهير كلها بتتفرج على المباراه ديت، يبقى ختام لدوري طويل جدا، اطول دوري حصل في العالم ما حصلش قبل كده في التاريخ. عمرها ما حصلت حتى في اي دوله في العالم خالص. فبالتالي احنا عايزين نشوف مباراه بنختم بيها دوري بشكل كويس، نشوف كره كويسه. مفترض ان مفيش عصبيه، مفيش شد، مفيش 3 بونت، مفيش بطوله، هي البطوله الخاصه ما بين الفرقتين. فبالتالي اللاعب لما بينزل عشان يأدي ويبسط الناس ويحاول يكسب، الفرقتين هيأدوا بشكل كويس. طبعا نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي المكسب ليه باذن الله ان شاء الله، لكن بنتمنى اكتر ان الاداء للفرقتين يبقى فيه هدوء اعصاب وفيه عدم عصبيه وفيه فنيات عاليه. اتمنى ان شاء الله باذن الله يعني. طيب كابتن حماده، ممكن لو قلنا النصايح اللي حضرتك تقولها للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه بكره، ممكن تكون في سياق ايه؟ او شكلها عامل ازاي؟ او مين اللعيبه اللي احنا هنقول لهم نصيحه بشكل عام وهنخصهم؟ كابتن حماده مثلا بيميل الى فلان الفلاني، فعايز يقول له نصيحه معينه، او شايفه مش موفق في الحته الفلانيه، او شايفه ان هو بدا ان هو يخش مع الفريق وبدا ان هو يتالق. يعني في اسماء كثيره في النادي الاهلي، ممكن حضرتك عايز تقول لحد نصيحه بعينها، فالنصيحه العامه تقول لهم ايه الاول؟ النصيحه العامه ان مكسب الدوري ما يكونش ليه اثر سلبي عليهم. بمعنى ان ممكن الفرحه تكون واخداهم، فرحه المكسب بالدوري تكون واخداهم وتشدهم الى مباراه الزمالك. مفترض ان احنا خدوا البطوله، كسبوا، فرحوا، انبسطوا، خلاص بدايه من تاني يوم على طول بنركز في ماتش الزمالك. فالمفروض ان هم يبقى في تركيز وفي احساس بالمسؤوليه ان ده ماتش اهلي وزمالك، ومفترض ان النادي الاهلي عايز يختم كويس، ولازم يختم كويس ان شاء الله باذن الله. دي اول حاجه. تاني حاجه، في بعض الحاجات احنا يعني مطلوب مثلا من لعيب زي وليد ازارو، يعني مش انا بس اللي بطلب منه، كل الجماهير النادي الاهلي بتحاول توصل له رساله بالتركيز اكتر من كده. في فرص كتيره جدا بتيجي وممكن يرجح كفه فرقته بشكل كبير جدا. مش عارف، فقدان التركيز، إضاعة الأهداف، نقطة يعني مش كويسة ومش في صالح النادي الأهلي، وخصوصا لما بتكون بتلعب نادي الزمالك الفرص بتبقى قليلة في الماتشات اللي زي ديت، فرص قليلة. لما بيجي فرود مفترض بيبقى قاعد 90 دقيقة، تجيله واحدة بيخلصها، زي ما كنا بنشوف عماد متعب وبنشوف النجوم الكبار اللي بيخلصوا ماتشات في لحظات معينة. فأتمنى إن شاء الله التركيز بتاعه يزيد. أتمنى إن شاء الله بإذن الله وجود صالح جمعة.
دي اللي انا فعلا بتمناها انه يبقى موجود، لان انا حاسس ان وعارف ان صالح جمعه لعيب جامد جدا ولعيب معلم زي ما بيسميه كابتن ربيع. انا يعني دايما كنت بقعد مع الكابتن ربيع ونقعد مع بعض يقول لي ده المعلم بتاع الكره المصريه وده ابني. وده طبعا يعني كابتن ربيع ده من الناس اللي هم طلعوا لعيبه كبار جدا منهم صالح جمعه، وكان بيقدر يتعامل معاه، بيقدر يتعامل مع كهربا، بيقدر يتعامل مع اللعيبه دي كلها. فبالتالي هو مش هنسى الجمله بتاعته وهو صغير، ده الكلام ده من كام سنه، يقول لي ده المعلم بتاع الكره المصريه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله، انا عندي قناعه كبيره جدا ان صالح جمعه ممكن يرجح كفه فرقه في اي وقت، بس طبعا بطلب منه مزيد من التركيز، بطلب منه مزيد من الاهتمام بنفسه، لانه نجم كبير جدا ولعيب كره عالي جدا. اتمنى انه يحافظ على نجوميته ديت، ويحافظ على مهارته ديت، ويحافظ على موهبته الكبيره ديت، علشان يقدر يعمل حاجه لنفسه وللنادي الاهلي ان شاء الله. طيب نروح يا كابتن لبرج العرب مع الزميل العزيز فاروق صلاح علشان نعرف منه اخر المستجدات الخاصه بمعسكر النادي الاهلي والاستعداد للقاء نادي الزمالك في القمه رقم 118 اللي هتكون بكره ان شاء الله الساعة 8. فاروق برحب بيك. تحياتي ليك يا عمر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، وتحياتي أيضا للكابتن حمادة مرزوق. فاروق طمنا على الأجواء، على الأخبار، على آخر المستجدات اللي موجودة عندك في معسكر النادي الأهلي في برج العرب. زي ما اتكلمنا بالأمس عمر على الحالة المعنوية، حالة التركيز اللي بتسود معسكر الفريق النادي الأهلي من أجل الاستعداد للقمة 118. نفس الامر بيستمر، التركيز بيزيد اكتر، التفاؤل، الروح والحاله المعنويه. النهارده كان في امر يعني حابب ان احنا نتكلم عنه باستفاضه اكتر، ان اللاعبين النهارده اثناء توجههم لملعب برج العرب لاداء المران تفاجئ الجميع، الجهاز الفني واللاعبين، بوجود الكابتن وائل جمعه نجم كره القدم المصريه والنادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي، موجود في ارض الملعب بيصافح اللاعبين والجهاز الفني ويقادر اللاعبين. كابتن جمعه وائل جمعه قال اكثر من رساله، قال ان النادي الاهلي صاحب فضل كبير علينا، واحنا دايما كلنا بنستغل الاوقات اللي نكون فيها متواجدين عشان نبقى موجودين في النادي الاهلي، وان احنا دايما نكون داعمين ومساندين للنادي الاهلي في كل وقت. تحدث ايضا عن قيمه المباراه واهميه المباراه على الرغم من حسم النادي الاهلي لدرع البطوله، ولكن تبقى مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك هي مباراه وبطوله خاصه من اجل الجماهير. طبعا كان في هناك بعض بقى الاسترجاع للذكريات مع الكابتن احمد فتحي والكابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه والكابتن السيد عبد الحفيظ. نفس الوقت يا عمر لفته طيبه عملها الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود والكابتن محمد حليم اللي كانوا متواجدين في الملعب الاخر بجوار ملعب اللي بيتمرن عليه النادي الاهلي. حرص الكابتن طارق العشري وكابتن محمد حليم ان هم توجهوا للملعب لملعب المران النادي الاهلي، ووجهوا التهنئه للكابتن سيد عبد الحفيظ وللجهاز الفني واللاعبين على الفوز بدرع الدوري رقم 41. كانت صوره ومشهد يعني الكابتن طارق العشري في اثناء حديثنا مع الكابتن طارق العشري قال احنا دايما كرياضيين بنحاول ندي الدروس والروح الرياضيه والعلاقه الطيبه اللي ما بيننا وما بين النادي الاهلي وما بين كل الفرق، دورنا ان احنا نيجي نوجه التهنئه للنادي الاهلي. دي كان نقطتين كنت حابب ان انا اكلم حضرتك واكلم المشاهدي قناه النادي الاهلي في الامرين في هذا الامر يا عمر. نروح بقى لو حابب نتكلم على بعض الامور في المران. اتكلم طبعا، قول لي طبعا المران كان ايه اخباره، هل الفريق كله جاهز نفسيا ومعنويا، خلاص مفيش وقت، المباراه بكره. واكيد يا فاروق انت راجل يعني قريب منهم وتقدر تقول لنا حاله اللعيبه بشكل عام عامله ازاي، هل في تفاؤل، هل في تركيز، هل خلاص يعني كل حاجه بقت في سياق مباراه بكره ان شاء الله. عمر لا صوت يعلى فوق صوت القمه 118. حاله الجديه، التركيز اللي عند اللاعبين مش من اجل المباراه لمجرد مباراه وثلاث نقاط، لا، من اجل اكمال فرحه الجماهير الاهلاويه. يعني كلامنا مع الكابتن احمد فتحي، كابتن حسام عاشور، وليد سليمان، الجميع بيفكر وهدفه الاول هو اسعاد جماهير النادي الاهلي. الجميع يعني الجميع اجتمع على امر ان لاكمال فرحه جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. بنوعد الجماهير ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه طيبه ونحقق مباراه كويسه تليق بختام الموسم.
الروح الفنية والروح النفسية والأمور اللي هي ما بين اللاعبين والجهاز الفني أمر بيدي يعني أمور كتير جدا للتفاؤل اللي بنطمن جماهير النادي الأهلي طبعا على الحالة حالة اللاعبين. الحمد لله ما فيش أي إصابات، الفريق كامل العدد، قد تكون في بعض المفاجآت في بعض الأمور الفنية طبعا مش هنقدر احنا شوقنا كمان يا فاروق، ها شوقنا أكتر، قول لي مفاجآت بقى وحاجات هتعرفوها بكرة وأنت الوحيد اللي عارف كل حاجة. ماشي، لا إن شاء الله بنطمن جماهير النادي الأهلي، ده الأهم وده ده الأساس. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل إيه الكابتن سيد معاك يا فاروق؟ عامل إيه الكابتن سيد معاك؟ قول لي. لا الكابتن سيد يعني قافل، ها قافل خالص الكابتن سيد قافل، بس يعني في بعض الامور طبعا بيبقى فيها احنا كجزء من منظومه النادي الاهلي لازم نعمل حساب للامر ده، مين الداعمين لهذا الامر. كابتن سيد ايضا يعني خلاص انتهينا من الاحتفال بالتتويج ببطوله الدوري، لا خلاص زي ما تعودنا في النادي الاهلي. مفيش اخبار يا فاروق عن الدرع يتم تسليمه بكره؟ حاجه من او اخبار من اللي بتقال على الصحف والمواقع ان ممكن يتم تسليم الدرع للنادي الاهلي بكره في ملعب المباراه او بعد المباراه علشان يتم الاحتفال بيه، ولا الموضوع ده ما تمش طرحه اصلا وانت ما عندكش اي معلومات عنه؟ لا بص، هو احنا سمعنا بعض الاخبار بتتردد، بس يا عمر خلينا نتكلم في نقطه، ما هو كل الدوريات في العالم بنشوف المباراه الاخيره بيتم تكريم الفريق الفائز ونشوف درع الدوري، ليه الصوره عندنا والمشهد ما بيكتملش للاخر؟ يعني ليه النقطه الاخيره؟ احنا يعني نتمنى نشوف هذا الامر، يعني بعض الاقاويل بتتردد ان قد يكون هناك تسليم، لكن ليست اخبار مؤكده عشان اكون صادق معاكم مع مشاهدي وجماهير قناه النادي الاهلي، لكن احنا عايزين المشهد يكتمل. صح، مظبوط تكمل زي ما بنشوف كل دوريات الدوريات العالميه، ولكن نتمنى مباراه تحصل في اطار من الروح الرياضيه ما بين الفريقين. اشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا على وجودك معانا. فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من برج العرب من معسكر النادي الأهلي، وتعرفنا وعرفنا كل التفاصيل الخاصة بالمباراة والاستعدادات بكرة إن شاء الله. هقول لحضراتكم عن اليوم الخاص بقناة النادي الأهلي والبرنامج، هنكون إن شاء الله بداية من الساعة 4 مع الزميل العزيز أمير هشام في كلام في الميديا وإطلالة صحفية عن مباراة القمة من 4 ل 5، وهيكون ضيف إن شاء الله الأستاذ رامي عبد الحميد، وهيتكلموا في كل الأمور الخاصة بالصحافة قبل مباراة القمة من الساعة 5 وحتى الساعة 8 إن شاء الله. هيكون في استوديو تحليلي رئيسي هنا في قناة النادي الأهلي مع الكابتن إسلام الشاطر والضيوف الأعزاء الكابتن حمادة صدقي والكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني، هنكون في نفس التوقيت مع حضراتكم من ملعب مختار التتش في الجزيرة، معانا هكون موجود مع حضراتكم، ومعايا طبعا نجمين النادي الأهلي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، وهنكمل مع حضراتكم بعد المباراة. لكن في فقرة الكابتن إسلام الشاطر هيكون فقرة تحكيمية وفقرة إحصائيات، الفقرة التحكيمية مع كابتن سمير عثمان والفقرة الإحصائية فقرة الأرقام مع الدكتور أحمد ثابت. إن شاء الله هنكون موجودين معاكم بين الشوطين من ملعب مختار التتش، وأيضا هنكمل معاكم بعد المباراة في 2 استوديو تحليلي سواء من هنا من قناة النادي الأهلي أو من ملعب مختار التتش. ربنا يوفق الجميع إن شاء الله وتطلع مباراة تليق بالقمة المصرية. كابتن حمادة مرزوق أخيرا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، شرفتني ونورتني، واتكلمت في حاجات اعتقد ان جمهور الاهلي اكيد استمتع بيها وبسط بيها جدا، وكلمه من حضرتك اخيره تحب تقولها ليه الجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله اتمنى باذن الله ان شاء الله. اولا انا بنهني لجماهير النادي الاهلي وكل حاجه مرتبطه بالنادي الاهلي بنهنيهم ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله بكره. لعيبه النادي الاهلي يسعدوا الجماهير باداء مشرف مع نتيجه ان شاء الله باذن الله يحقق فيها مكسب، نتمنى لهم ان شاء الله، نتمناها مباراه جيده ومباراه ممتعه فنيا من الفرقتين. اخيرا بقول ان انا كنت سعيد جدا ان انا ببقى موجود معاك. على ليه الشرف يا كابتن حماد، اول مره اتشرف بيك، وانت يعني ابننا العزيز الغالي، احنا دايما متالق ودايما نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن حماد. لسه مكملين مع حضراتكم في الفقره الحواريه الثالثه والاخيره مع ناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهب، ولكن بعد الفصل.